رحت معاه أي. كنت بمعيته ب 31 او 30 تموز قبل بيومين من اجتياح الكويت، حضرتك والملك حسين، انا والملك حسين، والاجتماع كان رحتوا عند صدام حسين؟ رحنا عند صدام، والاجتماع كان مضبوط يعني، هو والملك واثنين معاه وانا مع الملك. راح الملك من شان يقنعه بانه يحل المشكله مع السعوديه ومع الكويت. كان في بلشت يعني اوضاع صار في تهديدات وشغلات من هون، راح مشان يمنع هذا الحكي من الحدوث. بتذكر انه من الكلمات اللي استخدمها صدام، هذول الكويتيه ما بيطلع لهم مش اكثر من الدروازه. ثاني يوم نمنا ليله، وثاني يوم رحنا على الكويت مشان نصالح، يعني مهمه المصالحه تاعت سيدنا. نعم. اول ما طلعنا بالطياره سيدنا طلع علي قال لي عدنان شو الدروازه؟ قلت له يا سيدي معناها البوابه. هذه الكويت القديمه لها سور من طين وفي له بوابات، كل بوابه في عدة بوابات صحيح يعطى عليها اسم الجهه اللي بتروح عليها. كان انطباعنا انه بده يعمل شيء صدام، بس ما كان انطباعنا يحتل الكويت. احنا انطباعنا كان انه ربما يحتل حقل الرميله اللي هو المتنازع عليه، حقل الرميله. يعني فوجئ تماما، تفاجئنا.